مشكلة في اللانشر فيمكنك القيام بتحميل اللعبة بواسطة التورنت. كيف ذلك؟ أولا تقوم بتحميل برنامج التورنت من الموقع الرسمي الذي سوف أضعه لكم على الوصف. تقوم بتحميل برنامج التورنت ثم تقوم بتثبيته أولا. بعد ذلك ندخل إلى الموقع، يعني يسجل حسابك في المتصفح. سيظهر لك بهذه الطريقة، لأن سوف تضغط هنا على Play for Free لكي تقوم بتحميل اللعبة بواسطة التورنت. بعد ذلك سوف يظهر لك هذه المكان. إذا لكي تقوم بتحميل هناك طريقة أخرى وهي هذه الماغنيت، وهي أيضا تورنت على ما أعتقد. ثم لدينا هنا تحميل بواسطة التورنت، تضغط هنا لتحميل بواسطة التورنت. إذا مباشرة سوف يعطيك تحميل ملف التورنت وهو صغير جدا. تقوم بسيف وبدء التحميل، أنا سبق وحملته. بعد ذلك تتجه إلى برنامج التورنت، تضغط عليه لفتحه على سطح المكتب. يفتح معك بهذه الطريقة. لكي تفتح الملف تضغط على زائد هنا، فتختار ملف اللعبة وهو الذي قمنا بتحميله، ثم تضغط Open. بعد ذلك سوف عندما تضغط عليه سوف يبدأ معك، تضغط على بدء ثم يبدأ معك تحميل اللعبة كما يلي. الآن نحن الآن نقوم بتحميل اللعبة، هو حجم اللعبة 15 جيجا. هذه فقط ملفات أولية، بعد ذلك سوف نقوم بتحميل الملفات الأخرى. إذا هنا فقط ننتظر انتهاء التحميل ثم نبدأ في عملية تثبيت اللعبة. إذا كل ما عليك القيام به بعد تحميل هذه الملفات من التورنت، كل ما عليك هو الضغط على هذا اللانشر بطبيعة الحال. نضغط على يس، وبعد ذلك نضغط على هنا فيبدأ الضغط عن هذه الملفات. إذا فقط كل ما علينا هو انتظار، يعني فك الضغط عن الملفات. بعد ذلك سوف يعطيك هذه القائمة، سوف نضغط على next ثم سنضغط على restart later. يقول لك يجب أن تعيد تشغيل جهازك. سوف نقول لاحقا، ثم نضغط على complete. فقط ننتظر قليلا. ظهرت معك هذه، ضغط على allow access. بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى اللانشر الذي قمنا بتحميله. أقصد أختار اللغة الذي قمنا بتحميله مسبقا، ثم أختار له هنا المكان الذي سطبنا فيه الملفات السابقة. نضغط على بولوف ثم نضغط على أوكي وإنستال. بعد ذلك سوف انزع هذه من هنا، ثم اضغط على فينيش واتجه الى الملف. اذا نتجه الى ديسك لوكاسي، ثم هذا هو ملف اللعبة. سنجد هذين الملفين، سنترك هذه الملفان كما هما. هذه ملفات البرنامج، ثم هذه الملفات التي قمنا بتسطيبها. ثم نذهب الى نضغط على ستارت بوينت. إذا بعد ذلك أعزائي سوف يظهر معك اللانشر بهذه الطريقة. في مكان دونالد هنا سوف تظهر كلمة باتشين، وهذا شيء يدل على أن اللعبة اشتغلت معنا. إذا كل ما علينا القيام به الآن هو التوجه إلى هنا مثلا، ثم نسكرول هنا. إذا هنا فكما ترون معي لدي هنا فقط مساحة 2 جيجا بايت فقط، إذا مساحة صغيرة جدا. إذا ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بمسح ملفات التي قمنا بتحميلها من التورنت. سوف نقوم بمسح تلك الملفات لأننا لم نعد نحتاجها، ها هي. سوف نقوم بحذف كل هذه الملفات، نقوم بالحذف، لم نعد نحتاج إليها لأننا فككنا الضغط عنها. ثم نتجه إذا 18، هذا شيء جيد. إذا الآن سوف تسمح لنا المساحة بالقيام بالباتشين، اللعبة، وبعد ذلك سوف تشتغل إن شاء الله. إذا كل ما علينا الآن هو انتظار الباتشين. سيأخذ معك، سوف تلاحظ بأن هذا البرنامج، يعني هذا اللانشر، يعني متوقف، شبه متوقف، يعني هو متوقف
لا يوجد شيء هنا، لكن فقط اتركه كما هو، اتركه فقط كما هو، سوف ننتظر قليلا وسوف يظهر وهو يقوم بعملية الباتشين، لأن فقط ننتظر. إذن بعد ذلك يعني بعد تقريبا 10 دقائق أو قد يأخذ معك إلى نصف ساعة أو إلى ساعة حتى يظهر معك تحرك أي الباتشين تحرك. إذن فقط كل ما علينا الآن هو انتظار الانتهاء من الباتشين، ثم إن شاء الله تشتغل معنا. إذن وشكنا على الانتهاء الآن، حوالي 2 إلى 3 ساعات سيأخذه معك هذا الباتشين، كل ما عليك هو الصبر. إذن بعد الانتهاء مباشرة سوف ستارت ذا جيم، يعني بدء اللعب. إذن سوف نضغط عليها مباشرة للدخول إلى اللعبة. إذن كما ترون أعزائي يتم الدخول الآن. وملاحظة مهمة جدا، عندما ندخل إلى هنا سنجد أنه 17 جيجا، يعني أخذ منا 1 جيجا فقط للتأكد من الملفات. إذن إنه فقط يتأكد من الملفات وليس يعيد التحميل، هذه ملاحظة مهمة. إذن فقط قام فقط بتأكيد على الملفات وهو الآن يشتغل بشكل جيد.